النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. بعثت الأهلي تصل تونس استعدادا لمواجهة الترك. طاهر يوجه الشكر لسفير مصر في تونس. والبدري الخبرة ترجح كفة الأهلي في موقعة رادس. المصريين للبطولة راجعين 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 راجعين. لأرواحنا تناديكم الكاس الله يخليكم. يحط الكورة لناجي جدو، هو جدو في المرمى جول. فعلوها الرجال اولاد الرجال، الاهلي يرسم بسمه في عيون المصريين. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. وصلت بعثة النادي الاهلي اليوم الخميس الى تونس استعدادا لمواجهة الترجي مساء بعد غد السبت في اياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا. وغادرت بعثة الاهلي القاهرة صباح اليوم متوجهة لتونس بقائمة تضم 25 لاعب وهم شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل، عبد المنعم، أحمد فتحي، محمد هاني، محمد نجيب، رامي ربيعة، سعد الدين، سمير، علي معلول، وصبري رحيل، وحسين السيد، حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، أحمد الشيخ، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، عماد متعب، وليد أزارو، كريم ندفد، صالح جمعة، جونيور أجيي، عبد الله سعيد، وميدو جابر. حرص السفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس على استقبال بعثة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر رئيس النادي بمطار قرطاج. وأشاد طاهر بالتعاون الكبير من جانب السفارة المصرية في تونس برئاسة السفير نبيل الحبشي مع النادي الأهلي وجهودها الكبيرة في تذليل أي صعوبات أمام البعثة. ووجه طاهر الشكر للسفير المصري في تونس على تعاونه مع الأهلي وتوفير كافة سبل الراحة للفريق. وكان السفير نبيل الحبشي قد وجه تعليمات لمسؤولي السفارة بالعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول بعثة الأهلي للأراضي التونسية، كما وجه بتذليل أي عقبات أمام بعثة الفريق. أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن حضور الجمهور لمران الفريق أمس الأربعاء باستاد مختار تتش من أكثر المواقف المؤثرة في مسيرتي التدريبية. وأضاف البدري أن دعم جمهور الأهلي أعطى اللاعبين حافزا كبيرا لتحقيق الفوز في مباراة العودة أمام الترجي التونسي على ملعب رادس والسعي نحو تحقيق لقب البطولة الأفريقية. وأشار البدري إلى أنه تحدث مع اللاعبين في الميران مؤكدا أن حضور الجمهور وتشجيعه للاعبين بهذه الصورة هو رسالة كي يبذل كل لاعب أقصى ما لديه لتحقيق حلم الجمهور، موجها الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي والذي تفهم أهمية حضور الجماهير قبل مباراة مصيرية أمام الترجي التونسي على ملعب رادس. وأوضح البدري أن التحكيم كان سببا رئيسيا في خروج مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي بالتعادل، متمنيا أن يكون حكام مباراة العودة في رادس على مستوى الحدث. يا
أكد أحمد أيوب المدرب العام لفريق الأهلي صعوبة مواجهة الترجي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا في الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب رادس. وأوضح أيوب أن صعوبة المباراة لا تعني استحالة التأهل من ملعب رادس، ولكن الأمر يحتاج لروح قتالية من جميع اللاعبين على مدار 90 دقيقة، واللعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال ثغرات دفاع الترجي. وأضاف أيوب أن كل اللاعبين بالفريق لديهم إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بإذن الله ببطاقة التأهل من تونس. بعد الأخبار من جديد، قال شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي فور وصوله إلى مطار تونس أن مباراة برج العرب كانت الشوط الأول في مباراتي ربع النهائي، وأن اللاعبين مستعدون جيدا للحسم في الشوط الثاني في رادس بعد غد السبت. وأكد إكرامي أن خطأ الهدف الثاني والذي دخل مرماه في مباراة الذهاب صفحة وطوية تماما والأمور انتهت، مؤكدا جاهزية جميع اللاعبين لتحقيق الفوز والصعود للمربع الذهبي. ولا أروع من جماهير تدعم لاعبيها مهما حصل. بالعودة للأخبار من جديد، بذل سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي جهدا كبيرا في ترتيب إقامة اللاعبين بتونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي والمقرر لها مساء السبت القادم في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. وأنهى عدلي ترتيبات تسكين اللاعبين في الغرف المخصصة لهم بفندق الإقامة بعدما أنهى ترتيبات وصول البعثة من خلال التنسيق مع السفارة المصرية بتونس. وكان عدلي قد توجه إلى تونس برفقة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل البعثة لترتيب كل ما يتعلق بها لخوض المباراة. قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة حسام البدري إقامة ميران الفريق الأول في تونس في 7 مساء اليوم بتوقيت تونس، 8 بتوقيت القاهرة على ملعب الجامعة والقريب من فندق الإقامة. وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تونس بعد مغادرتها القاهرة في 8 صباح اليوم، حيث تجمع اللاعبون في مطار القاهرة قبل السفر بساعتين.
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. ويجتمع الجهاز الفني باللاعبين عقب تناول وجبة العشاء لإلقاء المحاضرة لشرح عدد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة والتي من المقرر أن تقام مساء السبت. سلطت الصحف التونسية الصادرة صباح اليوم الخميس الضوء على موقعة الترجي والأهلي والتي تقام بعد غد السبت في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس. وقالت صحيفة الشروق إن الترجي يستعد لتوجيه ضربة القاضية للأهلي وسط تركيز تام من اللاعبين والجهاز الفني. وأكدت صحيفة الخبر أن ثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للأهلي زارا ملاعب التدريب وقاما باختيار فندق الإقامة. نبقى مع الصحافة التونسية حيث حذرت صحيفة الصريح فوزي بنزرتي المدير الفني للترجي من خطورة ثلاثي الهجوم الأحمر المغربي وليد أزارو وليد سليمان وجونيور أجاي، وطالبت بعودة علي المشاني لقيادة الدفاع بدلا من منتصر الطالبي. وأشادت صحيفة الأخبار بالمدير الفني فوزي البنزرتي رافضة الحملات غير المبررة لإقالته من منصبه في حال توديع دوري أبطال أفريقيا، فيما ادعت صحيفة الصباح أن النادي الأهلي اصطحب معه طباخ خاص خوفا من أي غدر في تونس. أهلا ومرحبا بكم إلى نهائي الحلم، نهائي الشامبيونز ليج. الترجي الرياضي التونسي يلاقي الشقيق المصري النادي الاهلي في اطار لقاء الاياب السكند ليج من اجل الشامبيونز ليج الافريقي. سيد حمدي خطيره جدا، السيد حمدي والهدف الاول، والهدف الاول النادي الاهلي عن طريق ناجي جدو، وكره خطيره وكره من وليد سليمان والهدف الثاني. مبروك للنادي الاهلي الكاس السابعه في السجلات الاهلاويه. ونعود الى القاهره حيث بدا السوري عبد الله الشامي مدافع الاهلي استخراج تاشيره الدخول لاسرته من اجل الاقامه في مصر بعد انضمامه للقلعه الحمراء لمده 3 سنوات بدايه من الموسم الجاري. وبدا الشامي تدريباته مع الاهلي حيث يخضع خلال الفتره الجاريه لبرنامج بدني خاص تحت اشراف التونسي انيس الشعلالي مخطط الاحمال بناء على رؤيه الجهاز الفني لتجهيزه لمباريات الدوري المقبله. صرح مباشر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن قرار اللائحة الاسترشادية كلائحة نظام أساسي للأهلي لم يعرض على أعضاء اللجنة، مؤكدا أن آخر اجتماع تم إجراؤه يرجع إلى شهر يونيو الماضي. وأضاف مباشر أن موقف نادي الأهلي بإقامة الجمعية العمومية على يومين قانوني، وأن اللجنة الأولمبية لم تعترض على إقامتها على يومين ولم تجتمع لاتخاذ أي قرار يرفض برفض عمومية الأهلي. وتابع مباشر أن إيقاف حمادة المصري عضو اللجنة الأولمبية المصرية قرار خاطئ من اللجنة الأولمبية، وأن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لم يشاركوا في إعداد اللائحة الاسترشادية. We'll be right back.
وبالعودة للأخبار من أجديد وإلى اتحاد الكرة، حيث يصل طاقم تحكيم مباراة مصر والكونغو في إطار مباريات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 إلى القاهرة يوم 6 أكتوبر المقبل بقيادة الدولي الجامبي بكاري جسامة. وأعلن الاتحاد الأفريقي إسناد مهمة المباراة إلى حكم الساحة الجامبي بكاري جسامة ومساعد أول جان كلود من بروندي والمساعد الثاني أدين ماروا ران من كينيا والحكم الرابع عمر صلاح من غامبيا والمراقب بادارا دياتفا من السنغال ومنسق المباراة محمد ياسين يونس من جيبوتي. رفض الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني العرض والذي تلقاه شفويا لتدريب منتخب الجزائر متمسكا بالاستمرار في منصبه وقيادة الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا. وشدد كوبر خلال حديثه مع مساعديه رفضه الحديث عن أي عروض تلقاها مؤخرا سواء من منتخب الجزائر أو أي منتخبات أو أندية أخرى، لأن هدفه خلال الفترة الحالية يتمثل في التركيز لقيادة الفراعنة إلى كأس العالم. حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر على التواصل مع عمر جابر لاعب فازل السويسري للاطمئنان على حالته بعد التأكد من غيابه عن التدريبات من 5 إلى 7 أيام نتيجة إصابته بكدمة في القدم اليمنى. وأكد اللاعب للجهاز الفني أنه سيكون جاهزا لمواجهة الكونغو والمقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018. أنا الالتزام دايما بتعلم ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف أنا أنت إلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الأهلي على فريق الشمس بنتيجة 82-70 في إطار المباريات الودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. وأقيمت المباراة على صالة نادي الأهلي بالجزيرة، ويسعى طارق خيري المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين لأفضل مستوى بدني وفني ووضع أفضل الخطط والجمل التكتيكية لحصد البطولات في الموسم الجديد. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف إسلام علي المدرب العام لفريق السلة بالنادي الأهلي. كابتن إسلام أهلا بك. أهلا بك يا فندم. كابتن إسلام، إيه رأيك في شكل المنافسة في الدوري الموسم الجديد؟ والله منافسة قوية جدا، مفيش بطولة سهلة، حتى دوري المنتظر للأسايق تعتبر مشارك فيها فريق نشيل تحت 15 سنة ينافس عليه طبعا أقل حاجة 4 أو 5 فرق في الدوري. ودي صعوبة دوري السلة إن اللي بينافس على البطولة يعني مش أقل من 5 فرق، 5 فرق يقدروا الفرقة
6 و7 كامله بيأثروا جدا في ممكن ما يبقاش عندهم فرصه قوي ان هم ياخدوا البطوله لكن بيقدروا يأثروا على طب في رايك مين اقرب المنافسين للاهلي في الموسم الجديد؟ بالنسبه للمشرف الدوري المقابل واعرف المنافسين هم الفرق اللي عندها فريق 16 سنه كويس ساعدوا ان هو نتيجه عفره الدوري المقابل الفريق الاول بتتحسب زائد نتيجه فريق 16 سنه ده اللي عنده فريق 16 سنه كويس يقدر يبقى قريب جدا من المنافسه على البطوله انما الاهم طبعا دوري السوبر وكاس مصر حتى الفرق اللي ما عندهاش فريق 16 الفريق الاول بتاعه كويس جدا ومنافسه على الدوري الممتاز يعني على سبيل المثال مثلا الزمالك نادي راجع بقوه فني جديد صح طبعا فني محترم عامل شكل كويس الفرقه ومعاه جهاز فني من قدام نادي الزمالك كلهم حتى لو في مرتبط بتاعه قوي هو فريق مرتبط بتاعه كويس حتى لو هو مش قوي مش هينافس على الدوري المرتبط هو هينافس بقوه على الدوري السوبر وكاس مصر بالاضافه طبعا للسبورتنج والاتحاد كتير حمل اخذ بالذات كلها فرق قويه جدا واللي يحصل على البطوله في الاخر هو صاحب النفس الطويل ان شاء الله السنه دي نتمنى ذلك اكيد كابتن اسلام علي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال في النادي الاهلي شكرا جزيلا لي كنت معي عبر الهاتف بالعودة للأخبار من جديد أكد محمد راضي مدرب فريق المرتبط لكرة اليد الأنيسات بنادي الأهلي انتظام لاعبات المنتخب بعد المشاركة الأفريقية فيما عدا الثلاثي ياسمين وحيد ولمى الشواربي وياسمين عبد الرحيم واللاتي تم تصعيدهن للفريق الأول ولن يشاركن مع فريق المرتبط نظرا لحاجة الفريق الأول لجهودهن وأضاف راضي أن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام فريق 6 أكتوبر على ملاعب النادي الأهلي في مدينة نصر يوم الأحد المقبل وهي آخر لقاء ودي يخوضه الفريق قبل انطلاق الموسم أول أكتوبر المقبل بمواجهة بركة السبع وشدد راضي على أن المنافسة لن تكون سهلة هذا الموسم خاصة بعد تصعيد 3 لاعبات من الفريق للدرجة الأولى تواصل سار المغربي لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الأهلي عمليات التأهيل بعد الإصابة والتي لحقت بها في فقرات الظهر وبدأت سار عمليات التأهيل من خلال الجري والجيمنازيوم للعودة سريعا إلى التدريبات قبل انطلاق الموسم الجديد وفضل كابتن إيهاب الألفي المدير الفني عدم التسرع في رجوع اللاعبة والتي أصيبت في التدريبات حتى التأكد من سلامتها يذكر أن سيدات سلة الأهلي توج بالمرتبط وكأس مصر الموسم الماضي تأهل المصري عمر مسعد إلى ربع نهائي بطولة ماكاو المفتوحة للسكواش بعد تغلبه على اللاعب الهندي ساندو بثلاثة أصوات مقابل شوطين في مباراة استغرقت 65 دقيقة ويواجه مسعد الألماني سيمون روزنر المصنف الأول في البطولة غدا في ربع النهائي كما تأهلت أيضا مريم متولي إلى نفس الدور بعد التغلب على مواطنتها ميار هاني بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 49 دقيقة وتواجه مريم متولي لاعبة هونغ كونغ آني أو في الدور الربع النهائي غدا فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية
وإلى جولة في الملاعب العالمية، والبداية من أسبانيا حيث يواجه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم 4 مرات خطر التعرض لعقوبة إيقاف جديدة في الدوري الأسباني، وذلك عقب عودته مع فريقه في مباراة أمس أمام ريال بيتيس. وذكرت الصحف الأسبانية المختلفة أن رونالدو دهس قدم الجزائري عيسى ماندي مدافع ريال بيتيس خلال المباراة والتي خسرها الفريق الملكي بهدف نظيف. وأضافت الصحف أن العقوبة قد تصل إلى الإيقاف لمدة 2 مباراة على الأقل، لكن لم يحدث حتى الآن أن تم توجيه أي اتهام لرونالدو بمحاولة إلحاق الأذى بالمدافع الجزائري. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسباني بقاءه في النادي الكتالوني باستقلال إقليم كاتالونيا عن أسبانيا. وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن ميسي قد يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم، خاصة مع نهاية عقده، وذلك حالة استقلال إقليم كاتالونيا واضطرار برشلونة للعب في بطولة أخرى خارج الدوري الأسباني. وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو الوجهة الأقرب لميسي في حالة رحيله، خاصة وأنه لم يجدد عقده حتى الآن مع النادي الكتالوني. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ملعب واندا ميتروبولو في العاصمة الأسبانية مدريد سيستضيف مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2018-2019. وسيستضيف الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد الأسباني المباراة النهائية للنسخة 64 من البطولة الأعرق في تاريخ القارة العجوز، ليصبح بذلك الملعب الثاني في العاصمة الأسبانية والذي يستضيف المباراة النهائية، حيث سبق لملعب سانتياغو برنابيو أن استضاف نهائي بطولة أعوام 1957-1969 1970-2010. وكان أتلتيكو قد افتتح الملعب الجديد والذي يتسع ل 67,000 متفرج بمباراة مالقا السبت الماضي، والتي انتهت بفوز أتلتيكو بهدف نظيف سجله الفرنسي أنطوان غريزمان. اقترب النجم الدولي الأسباني دياغو كوستا من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد الأسباني قادما من تشيلسي الإنجليزي، حيث يستعد اللاعب للخضوع للفحوصات الطبية الروتينية. وذكرت صحيفة ميرور أن اللاعب سافر إلى مدريد لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية، ومن ثم سيتم الإعلان عن انضمامه إلى ناديه السابق مقابل 53 مليون يورو. وسينتظر كوستا حتى يناير المقبل ليتمكن من المشاركة مع فريقه الجديد، حيث تم حرمان أتلتيكو من قيد لاعبين جدد في فترتي انتقالات منذ يناير الماضي. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. البداية من بوابة الأهرام، البدري يضم 25 لاعب استعدادا للترجي. ومن الجمهورية الأهلي يغادر لتونس بالقوة الضاربة والبدري يعلن التحدي. من المساء البدري للاعبيه التأهل لنهائي أفضل رد للجماهير.
ومن الوفد الأهلي يطير إلى تونس استعدادا لمعركة الترجي المصيرية. من المصري اليوم، الأهلي يطلب زيادة التعزيزات الأمنية على البعثة في تونس. ومن الوطن سبورت، الشامي ينهي إجراءات دخول أسرته إلى مصر. من الشروق اليوم، الأهلي يؤدي ميرانه الأول في تونس. ومن البوابة نيوز، البدري يجهز مفاجأة البنزرتي في موقعة الأهلي والترجي. من فيتو، خالد محمود ينسق مع شيف الأهلي وجبات اللاعبين في تونس. ومن يلا كورة، عبد الله الشامي، الأهلي سيعود بالتأهل من رادس. وفي الجول، بعثة الأهلي تصل تونس للقاء الترجي. أما من دوت مصر، فالأهلي يقيد باكاماني واللاعب يستعد للمشاركة في المباريات المحلية. من يورو سبورت عربية، البدري يعلن كتيبة الإنقاذ أمام الترجي. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة. زي النهارده، في 21 سبتمبر من عام 2001، الاهلي يفوز على اسيك ميموزا الايفواري بهدفين مقابل هدف. المباراه اقيمت على استاد القاهره في اياب دوري ابطال افريقيا، سجل هدفا الاهلي وائل جمعه الاول في الدقيقه 28 وعلاء ابراهيم الثاني في الدقيقه 49. زي النهارده ايضا، في 21 سبتمبر من عام 2006، الاهلي اكتسح الاتحاد السكندري برباعيه نظيفه في المباراه التي اقيمت على استاد القاهره في الاسبوع السادس من مسابقه الدوري الممتاز. سجل اهداف الاهلي محمد صديق في الدقيقه 10، واضاف اسامه حسني الهدف الثاني في الدقيقه 39، واضاف امادو فلافيو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 47 و91. نحتفل اليوم بعيد ميلاد النجم الأنغولي جالبرتو، لاعب الأهلي السابق والذي حقق نجاحات وبطولات عديدة مع المارد الأحمر على الصعيدين المحلي والأفريقي. جالبرتو ولد في يوم 21 سبتمبر من عام 1982، وكون النجم الأنغولي كون ثنائي رائع مع مواطنه فلافيو خلال فترة الجيل الذهبي للأهلي مع باقي كتيبة النجوم بقيادة تريكا، بركات، وائل جمعة، النحاس، وإسلام الشاطر وغيرهم. تألق جالبرتو برداء النادي الأهلي في الفترة من 2002 وحتى 2010، وانضم اللاعب للأهلي من نادي بيترو أتلتيكو قبل أن يغادر القلعة الحمراء في عام 2010 إلى لرس البلجيكي. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.